من ساعة ما اتولدت وهي عندها 6 شهور اكتشفت اللي عينها بترتعش وفي حاجة غريبة في عينيها، فروحنا كشفنا عند الدكاترة فقالوا لنا دي عندها عيب خلقي في قاع العين، دمار في العين. طيب في حل يا دكتور؟ يعني دكتور قال لا ملهاش أي حل، دي في إيد ربنا يعني وخلاص على كده. فاحنا لما شفناها كده بقينا نتعذب معاها، فزعنا الدكاترة كتير. ففي دكتور في طنطا في شبين قال لنا لا لا حل. فضلنا ماشيين معاه لحد الآن، بس قبل كده وصغيرة عملت عملية الحول، طبعا عينها برضو زي ما هي ما فيش أي تحسن. المشوار لسه طويل، يعني انا عملنا العمليه دي 3 عمليات في عين واحده، لسه المشوار طويل لان عندها دمار في العصب البصري، يعني محتاجين نسافر بلاد بره، الله اعلم ينفع لها حاجه ولا ما ينفعلهاش كمان. لا ما بيأس من رحمه ربنا ابدا، حتى لو اخر نفس مش هيأس. من العملية واشوفها كويسة زي اي طفل، لازم باخدها واوديها واجيبها واعمل لها، لازم ما كنتش معاها ما ينفعش. مر ربنا يشفيها يا رب ويشفي كل مريض. في يعني اللي هو اليوم الخير وكده، فروحنا كتبنا اسامينا واتصلوا بينا فعملوا لي العلم دي، وقعدت فتره عملوا لي هالي ميه بيضه، وكنت بقى بخاف امشي بالليل لان ما كنتش بشوف امشي بالليل، كنت لابسه نظاره الحمد لله ما عملتي دي قلعتها، يعني الحمد لله، يعني الحمد لله نجحت الحمد لله. اجي مثلا عايز اقرا مثلا علاج مش شايفه اقراه، اجي مثلا اجيب كده واجي عند اللمضه واعمل كده علشان ان انا مثلا اشوفه فمش شايفاه، فيصعب عليا واقعد اعيط اقول لحد مثلا لما استنى بقى لما بنتي تيجي هو ابني يجي اقرا لي ده الايه او علشان ايه او استعمله ازاي وكده. حتى وانا لابسه النضاره ما كنتش ببقى شايفه، مش بكعب ممكن اقع. فجيت عملت دي الحمد لله طلعت النضاره، بعدها فتره اتصلوا بيا فروحت قالوا لي ان انا اجي اعمل العين التانيه وان شاء الله اعملها باذن الله النهارده. دعواتكم بقى معايا انها تنجح ان شاء الله. نفسي ربنا يستر عرض ولادي وينجح لهم المقاصد ويصلح لهم الاحوال ويصلح حال الامه ويرفع عنها الغمه، ويا ربي يا رب يا ربي يحمي شباب البلد واهلها واولادها وكل اللي بيعملوا خير ربنا ينجيهم من كل شر يا رب. كل اللي بيعاون الناس ويشيل عنهم المهم ربنا يا رب ينجح لهم المقاصد ويكفيهم شر المرض، ويا رب ما يرمهمش في ضيقه لا هم ولا أمة محمد أجمعين يا رب. خلاص زهقت وتعبت من كتر حط العد، اكتر من 20 سنة، 25 سنة لما كنت في الثانوي، 25 سنة وانا احط العدسات واشيلها ومحاليل وقطرات، وكل ما اروح للدكتور نفس القصة نفس الفحوصات نفس اتخنقت تعبت، حتى العين تعبت يعني اشتكت قالت خلاص كفاية، لما يبقى حضرتك كل يوم وانت رايح الجامعة وانت رايح الشغل وانت نازل تحط وتشيل نفسيتي تعبت بجد بجد بجد. انا وعينيا تنور، بس عينيا تنور واشوف ولادي
وكان نفسي أكمل دراستي بأمانة ربنا. أنا معايا بكالوريوس، كان نفسي أعمل دبلومة، أعمل ماجستير، أعمل دكتوراه. كان نفسي كمان أذاكر لبنتي مريم، أذاكر لابني رمون، أذاكر لمينا، أذاكر لبيتر، يعني دول أولادي. كانت كل مريم تقول لي ماما تعالي ذاكري لها، أقول لها طب معلش يا حبيبتي سامحيني مش شايفة، مش قادرة أذاكر لك يا مريم. عبد الحميد، وبعاني من ضعف نظر من زمان، ورحت للدكاتره قالوا لي ما فيش امل ان انا اعمل اي عمليات ولا اي حاجه، لحد ما اتصلت بالبرنامج وجيت وعملت العمليه، والمره الثانيه انا جايه بعمل العمليه الثانيه. المشكله انا كنت بعاني من ضعف نظر شديد جدا، وكنت بعاني منه وكان تعبني نفسيا. عندي مشكله في العين اليمين، في شبكيه العين، بتخلي الرؤيه ضعيفه قوي، وده مأثر عليا بقاله فتره طويله قوي، ما كنتش عارفه اعمل ايه. وسمعت عن سوايا الخير وجيت، وان شاء الله هعمل عمليه النهارده. سنتين عينيا تعبانه، حصل لي نزيف في عينيا، فجاه لوحدي كده لقيت حاجات طالعه سودا كده من عينيا، يجي 20 نقطه سودا، وانا ما اعرفش منين. رحت للدكاتره كتير وقالوا لي محتاجه عمليه لانك عندك نزيف في عينك، والعمليه بتوصل مبلغ جامد، وانا اصلا معيش المبلغ ده. واشكر اهل الخير اللي برعوا لي بجنيه، واشكرهم انهم اتبرعوا اكتر واكتر بأهل الخير، لان في ناس كتير قوي محتاجه اليوم ده واليوم العظيم. أنا عندي كسر نظر، عندي ضمور في الشبكية نفسها، وبعدين لبست النظارة، يعني الكمبيوتر ما كانش بيجيب حالتي، لبست النظارة حجم تقيل قوي كده. المهم بقى بلبس النظارة ما بعرفش أشوف شغل البيت، وعملت عملية زرع عدسات وبقيت كويسة الحمد لله، ولكن بعد كده حصل نزيف داخلي في العين، بقيتش اشوف وانا واحد واقفه قصاد المرايه، ولا بعرف اشوف نفسي، ولا بعرف اشوف شغل البيت. اقول لاهل الخير كتر خيركم، والله يجعلكم في ميزان حسناتكم. كريمة دي أول ما اتولدت كان عندها عين كبيرة وعين صغيرة،
ففرغت العين دي من حوالي اربع خمس سنين، من حوالي خمس سنين عملت العمليه ديت، وفضلت اركب بقى معظم العمليات ديت عملتها حوالي ست مرات، فكنت بعملها وبتقع وبعملها وبتقع وبعملها وبتقع. العين هنا فاضيه خالص، فطلع لك ورم هنا كده فاضيه، العين فاضيه بمعنى اصح. بتمنى انها تبقى احسن طفل في العالم. اشكر صباح الخير واشكر كل من اتبرع لبنتي ان انا اعمل العمليه دي. من ساعة ما اتولد وهو عنده انسداد في القناة الدمعية من يوم ما اتولد، فودته لكذا دكتور وكذا مستشفى، كل اللي ودوه له يقول لي ان عينه مسدودة مش بتصرف الدموع، فودته لكذا دكتور فقال لي هو محتاج عملية وكده، والعملية دي تكلفة كبيرة. فطبعا في ناس دلوني على مدام رهام ودلوني على صباح الخير ان انا اروح وكده، يعني ان انا اعملوا له عملية، والحمد لله ربنا كرمني واتعرفت بالمستشفى وجيت النهارده عشان اعمل العمليه. هو عينيه على طول مدمعه وعلى طول يعني بيشوف كويس، على طول عينيه مدمعه كده، تحس انها مليانه دموع مش بتصرف الدموع على طول، ومصر عليه طبعا مش بيقدر نخليه يطلع في الشمس ولا في يعني يلعب مع الاطفال وكده، لان طبعا العين دي اهم حاجه في جسم البني ادم يعني. فالحمد لله يعني احنا دايما بنتفرج على مدام رهام وعارفين ان هي يعني كويسه يعني بتقول وبتعمل الحمد لله، وربنا كرمنا والحمد لله، واحنا فعلا النهارده جايين نعمل له العمليه. انا بقول كلمه للاهل الخير ان هم ساعدونا وساعدوا طفل زي ده ان هم يعمل العمليه، وبشكر مدام رهام وبشكر صباح الخير وبشكر كل حد اتبرع لان محمود يعمل العمليه. لقيت عيني حمرة ومانيش شايفة بيه، رحت للدكتور المعالج اللي كان بيعالجني، قال لي القرنية اتاكلت وعلى عينك عتام. أتمنى من ربنا إن ربنا ينورها لي وينورها لكل من كان، وأشكر الناس اللي هم مساعديننا كلهم. دلوقتي انا لفيت كتير ورحت مستشفيات كتير، فقالوا لي عايزه حقن، فسالت عن الحقن قالوا لي في دكاتره قالوا لي الحقن في ابر ب 6000 جنيه، وفي دكاتره تاني قالوا لي الحقن الابر ب 12000 جنيه وحقنها 750. وبتمنى من ربنا ان اللي بيتبرعوا يتبرعوا للناس تاني، عشان في حالات كتير قوي محتاجه فلوس، ويشكروا على اللي هم بيعملوه ويقعد لهم في ميزان حسناتهم.
عندي السكر بقاله 25 سنة، وبعدين اكتشفت ان عيني اليمين بتضعف شوية بشوية، بس ما خدتش وديت معاه ان انا ماشي بعيني الشمال كويس، وفجأة لقيت عيني الشمال راحت نازلة عليها غيامة، رحت كشفت قالوا لي ده انت عايز عملية عشان عندك انفصال شبكي. رحت عملت عملية انفصال شبكي، العملية ما نفعتش، كشفت ان عيني اليمين ما بشوفش بيها روح، من ساعتها انا ما بشوفش بعيني الاثنين. والله انا اقول للسبب في مجيء هنا يشكر وكتر الف خيره وربنا يقدره على فعل الخير. انا عندي السكر اساسا بقالي 20 سنه، والسكر اثر على القرنيه بتاعت عيني، فجيت كشفت هنا وقالوا لي محتاج عمليه، بس جيت كشفت هنا والدكتوره قالت لي لازم عمليه، قالت لي كشفت تبع صغير الخير طبعا. نشكر اهل الخير ونشكر صغير الخير، ربنا يكرمهم. الحمد لله قبل كل شيء أشكر أهل الخير اللي اتبرعوا وشالوا الألم عن الناس وعملوا كل الخير ده، وربنا يجازيهم كل خير يا رب، ويجازيكم معهم كل خير. أقول أشكرك يا رب وأحمد فضلك، ألف حمد وشكر بيك يا رب، وشكرا لأهل الخير والناس اللي اتبرعت عشان تشيل آلام المرضى. الحمد لله أنا عملت العملية، بشكر ربنا، بشكر أهل الخير اللي بيتبرعوا، وبشكر أسرة البرنامج كلها. خرجت من أوضة العمليات وبقيت كويسة، بشكر ربنا وبشكر أهل الخير. الحمد لله ماما عملت العملية وقامت بالسلامة، وربنا يتمم شفاها يا رب. الحمد لله، يعني أنا بشكر كل الناس اللي ساعدتني في معاملة محمود، الحمد لله ربنا يقومه بالسلامة إن شاء الله. وأنا بشكر مدام مرهم جدا، يعني إنها ربنا يخليها وربنا يخلي الناس كلها اللي ساعدت محمود إنه يقوم بالسلامة إن شاء الله، ربنا يكرمهم كلهم بإذن الله وربنا يقدرهم على فعل الخير. اشكر برنامج صبايا الخير ان هو ساعدني ان انا عملت عمليه بنتي، وانا قسيت في العمليات بتاعتها دي جامد قوي، كتير قوي، تعبت قوي يعني عقبال ما وصلت لبرنامج صبايا الخير. واشكر ربنا واشكر ربنا واشكر مدام ريهام سعيد ان هي وصلتني للعمليات دي. الحمد لله على أمل بالسلامة، وربنا يجازى أهل الخير. لا أنا بقول لأهل الخير أنا بشكرهم على تعبهم معانا اللي هم جابونا لحد هنا، وأنا بشكر الأستاذة ريهام سعيد وبقول لها كتر ألف خيرك وشكرا على اللي أنت بتعمليه، وربنا يكافئك على اللي أنت بتعمليه.
الحمد لله خرجت من العمليات، الحمد لله بقيت كويس. نشكر اهل الخير ونشكر سواء الخير، الحمد لله ربنا يكرمنا يا رب والعمليه تنجح يا رب. الحمد لله خرجت من العمليه بالسلامه، الحمد لله. وربنا يكرم يا رب كل الناس اللي توسطهم واللي فعلنا فلوس اهل الخير يا رب، ان ربنا يشفينا ويشفي الجميع يا رب، وما يرميش حد في ضيقه، ينورها لي وينورها للجميع يا رب. الحمد لله انا عملت العمليه وقمت بالسلامه الحمد لله. نشكر ربنا، الف حمد والف شكر لك يا رب، ونشكر كل اللي تبرع للناس، والف شكر ليك يا استاذه ريهام يا ورده مصر، وانا بحبك قوي يا استاذه ريهام، وربنا يخليك يا حبيبتي.